شو سر الحماس الصباحي؟ ولا إشي، سجلت في دورة رسم. بس هيك؟ فكرنا إجاكي عريس. أنا من زمان نفسي أعمل إشي بحبه، وأخيراً حوشت شوية مصاري وسجلت. طب مبروك. شكراً. شو رأيك تسجلي معي؟ رسم؟ لا يا أختي، أنا بحب. والآن معكم الراقصة المشهورة أماني. أهدي أنا واعم خطيك النحيل. ولك يا أماني، انزلي عن الطاولة حسن ما ينكسر راسك. أغسل وجهك يا أمان بالصابون والحجر. وينك يا أمان؟ غسل وجهي. وطولنا هالشوشرة اللي جوا، الواحد راسه بوجعه من دون هالواسطة. سلمولي عليه، سلمولي عليه، يلي وحشني وانا وحشة ما تسلمولي عليه. ستوب! مين اللي بدك اسلملك عليه يا ست اماني؟ ها؟ اماني، وين سرحتي؟ بتحبي شو؟ ما قلتيلي. انا بحب الغنى، وبالرغم من انكم حاولتم اثناء صغري بان تطفصوا مواهبي وتدفنوها في غياهب الماضي. غياهب؟ انا مش فاهمة ولا كلمة. ولا انا، ما بدي حدا يقاطعني رجاء، ولكني قررت ان اطلق عنان صوتي لاصل الى قلوب الملايين على بلاطة. انا بدي اغني وبدي اشترك في برنامج فلتة الاردن، وبدي دعمكم. بس يا اولاد، كيف ندعمك يابا؟ قولي لي. لما اوصل لللايف بليز ما تنسوا تصوتولي. ماما، ما كان في داعي تيجي كلكم معي. رقم 25. صار دوري، ادعولي. الله يوفقك يابا، ان شاء الله تكوني من الفائزين. لا لا، مس هيك الراب ابدا. تعالوا افرضيكم شو هو الراب. نجحت نجحت. استنوني باللايف رقمي 25. اليوم متسابقين محمسين كتير، وهلا صار دور نستمع على أماني بغنية عربية. أيوة أماني، أحلى مغنية، أحلى أماني عن بيس. خش علي، خش علي بالمواويل. قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع، يحسبوا ازاي عليا انت عمري، انت عمري. الله يعطيك العافية يا ماني، الله يعطيك العافية. أنا بالفعل فخور فيكي، عندك خامة صوت رائعة، ولكن يعني بدها شوية شوية تدريب صغيرة. للأسف أماني ما راح تكمل معنا. فاصل وراجعين. أنا حجمي مضبوط صغير، بس مخي كبير كتير. بالكمبيوتر أنا مهووس، وما في حال من غير فلوس. لو بتلف كل الحدود ما بتلاقي زي عفوس. أوه أوه، يا سلام. Say my name. عفوس 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 عفوس. لو يا